دكتور محمود، ما الذي يدفع بريطانيا أولا ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا إلى استخدام أو إلى توريد هذا النوع من الأسلحة إلى أوكرانيا الآن بعد كل هذا الوقت على بدء الحرب؟ لماذا أخذوا قرارا باليورانيوم المنضب رغم كل ما يثيره هذا السلاح من انتقادات وتساؤلات وشكوك حول تأثيره على البشرية والإنسان؟ أول شيء سعد مساك سيدي الكريم والأخوة المشاهدين. لأنه فعليا بدأت استخدام الدبابات الأمريكية والبريطانية في الحرب الأوكرانية الروسية. يعني رأينا البارحة دمرت تشالنجر، الدبابة البريطانية تشالنجر 2، الآن الأبرمز موجودة على الأراضي الروسية، ونعلم أن هذه الدبابات ليس لها فعالية فقط في هذه الذخائر فقط لهذه الدبابات، لأنه التشالنجر 2 مدفعها قصير جدا، فحتى لو قذيفة عادية لا تعطي أي تدمير أو لا تستطيع تدمير الدبابات المجاورة العدوة في حرب الدبابات أو ما يسمى المدرعات في حرب المباشرة يعني. لذلك التشالنجر 2 والأبرامز هم مختصهم فقط هذا النوع من القذائف. ولكن المشكلة أين تكمن؟ تكمن أن هذه القذائف هي فقط فيما يسمى المواجهة المباشرة، يعني هذه القذائف يجب أن تخرج الدبابة إلى الساحة المعركة، يجب أن تكون الساحة مفتوحة، لأن مدى هذا القذائف لا يتعادى 2 كيلومتر. يعني لازم تظهر على كل أجهزة الرقابة والرادارات والرصد والطائرات المسيرة، يعني تصبح فريسة سهلة كما حصل بالتشالنجر 2، ظهرت مع اليورانيوم المتنضب ودمرت ولقينا حرقها، يعني حرق حتى الحرق كان يعني دخان أسود، هذا يعني كان في ذخائر يورانيوم منضب فيها اليورانيوم 232. لذلك هذه الدبابات غير فعالة بأي شكل من الأشكال من دون هذا النوع من الذخائر. فالولايات المتحدة الأمريكية اضطرت لإعطاء هذه والمملكة المتحدة، لأنهم يقدمون دباباتهم ولكن هذه الدبابات هي أسطورة فقط، ولا لا يعني لا تعطي واضح. أي فعالية. طيب دكتور، استخدام هذا النوع من الذخائر يعني ذلك رأينا. طيب دكتور، قبل أن نكمل في الموضوع العسكري والميداني وتأثير الأسلحة الجديدة وكثافة وتعزيز القدرات الجيش الأوكراني في الآونة الأخيرة بكل أنواع الأسلحة، في الموضوع الصحي، أول مرة سمعنا عن اليورانيوم المنضب كان عند غزو العراق 2003 واستخدام هذه أنواع من الأسلحة ضد مدن معينة مثل مدينة الفلوجة، وبعدها كثير من التقارير الطبية، وحضرتك دكتور قالت بأن هذا النوع من الأسلحة هو المسؤول عن تشوهات خلقية لمواليد، هو مسؤول عن كثير من أمراض السرطانات التي ظهرت ليس فقط عندما تعرضوا لهذا الأشعاع بل عند أبنائهم أو إلى آخره. بالتالي ما هي مدى مصداقية هذا التأثير الخطير على صحة الإنسان لهذا النوع من الأسلحة؟ روسيا قدمت عدة تقارير على فكرة ولا خطورة جدا هذه النوع من القذائف وهذا النوع من القذائف اليورانيوم المنضب، ولكن المشكلة تكمن أن المؤسسات الدولية هي تابعة للولايات المتحدة الأمريكية. يعني حتى لما بعض المنظمات الصحية أثبتت الآثار السلبية لهذه القذائف قالت المملكة المتحدة أن هذا النوع رخيص من الأسلحة ويجب استخدامه. لذلك الخطورة من أين تكمن؟ هذه القذيفة عندما تنفجر أو تحترق ما يحصل؟ الدخان الموجود هو دخان من ما يسمى اليورانيوم 238. هذا الدخان بعد حوالي دقيقتين أو ثلاثة ينزل على الأرض، فيبقى في الأرض، الأراضي تكون زراعية بشكل عام، يكون استخدامها في المناطق الجبهة على الأرض، يبقى على الأرض على التربة وينتقل عن طريق الرياح، يسمم التربة بشكل كامل، يسمم التسميم الكيماوي أكثر بمليون مرة بالتسميم الشعاعي من اليورانيوم المنضب. يعني هناك يورانيوم 239 المخصب ويورانيوم 238 منضب، لذلك المنضب يكون تسميمه مليون مرة أكثر كيماوي. هذا الدخان، هذا الغبار يسمم الأرض الزراعية والمياه لمدة 400 إلى 800 سنة، وينطلق عند الهواء، وأثناء استنشاقه يحصل أمراض معددة تشويهية، يحصل أمراض سرطانية. يعني أعطيك على أحد لغة الأرقام فقط بالنسبة للمدنيين، يعني في العراق هو شيء استخدم في يوغوسلافيا طبعا، في كوسوفو وفي هذه المناطق،
في العراق يعني كانت نسبه الامراض السرطانيه في منطقه الفلوجه 40 لكل 100,000 شخص. قدمت المؤسسات وحتى كانت مؤسسات ايطاليه ان اصبح عدد الامراض السرطانيه 1240 شخص الى يعني حوالي 1 على 100,000 شخص، يعني حوالي 1.5%. كذلك بالكوسوفو او يوغوسلافيا اللي استخدم فيها هذه الاسلحه ايضا ازداد عدد امراض سرطانيه 25 مره. ايضا بالاضافه ان هناك منظمه ايطاليه صحيه وضعت ودرست تقرير عن 4900 عسكري من قوات التحالف الامريكي امريكي وبريطاني وايطالي شاركوا في الحرب ايضا 4900 شخص. تصور اغلبيتهم مرضوا بامراض اورام وتشوه. ماذا حصل؟ 300 شخص ماتوا من هذه الامراض، واحدهم على فكره ابنه للرئيس الامريكي بول بايدن، ابنه جو بايدن اصيب بعد خمس سنوات اللي شارك في حرب العراق او في غزو العراق، بعد خمس سنين مات في سرطان الدماغ، وحتى الان يعتبره جو بايدن انه شهيد الحرب. يعني هو نتيجه استخدام هذه الاسلحه. لذلك هناك دلائل كثيره، ولكن للاسف الشديد يعني كانت منظمات دوليه تحاول، ولكن منظمه الصحه الدوليه وكل منظمات الادويه والمنظمات التابعه كلها تابعه للاسف للولايات المتحده الامريكيه، فلا تستطيع حتى الامم المتحده لا تستطيع ان تحرم هذا السلاح. يعني حتى استعمال القانون الدولي دكتور محمود، حتى استعمال القانون الدولي او المحاكم الدوليه لمحاكمه هؤلاء المجرمين على هذه الجرائم التي ارتكبت في العراق، في افغانستان، في كل مكان، في فلسطين، في كل مكان ارتكبت، لا يمكن تقديم هؤلاء الى محاكم، لان حتى المحاكم تابعه لهم، وهم فقط من يتهمون الآخرين بارتكاب جرائم الحرب، وهذا الميزان الدولي الذي تسعى كثير من الدول إلى تغييره. بالعودة إلى أوكرانيا دكتور محمود، في احتفاء من بلينكين خلال الساعات الماضية أو يوم أمس بأن الهجوم المضاد الأوكراني يحقق يعني شيء عظيم، وأنه الأمور على ما يرام، وما هو ظهور جرعة التفاؤل هذه لدى الولايات المتحدة الأمريكية خلال اليومين الماضيين؟ هو يعني هو ليس التفاؤل، أنا في رأيي هو أعطاء معنويات. من الطرف الأوكراني والحكومة الأوكرانية كانت مستاءة جدا من الإعلام الأمريكي والإعلام الغربي الذي تحدث عن واقع الهجوم المعاكس، الهجوم المضاد الذي أوكرانيا، يعني من خلال 3 أشهر الآن وصلنا من الهجوم المضاد، ليس هناك اي تقدم ولا حتى على الخط الاولي. الان اقتربوا من يومين، اقتربوا على الخط الاول الدفاعي، يعني نتكلم نحن على 66,000 قتيل في 3 أشهر، مع 40% من الاسلحه الاستراتيجيه دمرت في هذه العمليه. ما هي النتائج؟ بعض الكيلومترات فقط. لذلك كانت اوكرانيا مستاءة، وراينا كيف استخدم الوزير الخارجيه الاوكراني كوليبا، استخدم اسلوب غير دبلوماسي، قال بالصحفيين شطب، يعني اقرصوا، يعني هذا دليل الهستيريا الاوكرانيه. لذلك طالبت الولايات المتحده الامريكيه ان هناك انهيار معنوي في الشارع الاوكراني. لذلك كانت هذه الان الاغاني الجديده ان هناك اقتراب من الخط الاول، ولكن هدف العمليه العسكريه المضاده ان تصبح جزيره القرب على مرمى النيران الاوكرانيه، لا يقترب القرب ولكن تحت مرمى النيران، يقوي ما يسمى موقف اوكرانيا في التفاوض ويضعف موقف روسيا. هذا هو هدف العمليه العسكريه اللي على اساسه زودت اوكرانيا ب 600 نوع من الاسلحه. ولكن ان يذهب رئيس الخارجيه الامريكي ويقول هناك انتصارات لاوكرانيا، هذا واضح انه يحاول بشكل من الاشكال، يعني لانه دكتور يعني في تناقض بين التقارير، حتى تقارير الصحف الغربيه التي تقول بانه، على في تقرير يوم امس يقول بانه الجيش الاوكراني على وشك الانهيار، تقارير أخرى تقول بأنه الأسلحة الغربية لم تحقق أي شيء في الهجوم المضاد، تقارير أخرى، يعني في أكثر من نطالع تقارير حول الوضع الميداني، بينما نستمع خطابات القادة الغربيين وقادة الأطلسي يتحدثون عن شيء آخر. هذا ربما ما يثير التساؤلات حول حقيقة الوضع على الجبهات في أوكرانيا. لاحظ سيد الكريم، يعني الخطابات تخرج من اين؟ فقط من السياسيين العسكريين لا يتكلمون الان. يعني نرى كان في تصريحات للجنرال ميلي، للجنرال البريطانيه ووزاره الدفاع البريطانيه ومعهد دروس الحروب، الان كل هذه التقارير التغت وانتهت ولا احد يصرح، كل التصاريح ذهبت الى السياسيين والى الدبلوماسيين، ان كان وزير خارجيه او نائب وزير خارجيه او رئيس الدوله. يعني نرى ان التبادل، لان العسكريين لا يستطيعون ان يبرروا الكذب، لان يعني هم عسكريين،
في الأخير سيسألوا عن تصريحاتهم. صحيح. لذلك نرى هو نوع من أنواع اختلاف أو تغيير الإعلام. نعلم جيدا أن الإعلام هو سلاح بيد الولايات المتحدة وسلاح فعال. فإذا استخدم ضد أوكرانيا سيؤدي، يعني الرئيس زيلينسكي أعطى إشارة واضحة أن هذا الإعلام عندما يوجه أو يقول الحقيقة أو سيؤدي بانهيار عند الشعب الأوكراني ويبدأ بالتململ. وإذا بدأ بالتململ يمكن أن تؤدي فعليا إلى انهيار الدولة داخل أوكرانيا، وهذا ما يحدث فعليا. الشعب الأوكراني شعر. لذلك نرى يعني على سبيل المثال أن أوكرانيا ليس لديها أي مخرج غير الحرب العالمية الثالثة، وتريد زج حلف الناتو في اللي يعني نرى كيف صرح رئيس مجلس الدفاع الأوكراني ومجلس الأمن الأوكراني دانيلوف عندما قال الغربيون يخافون من روسيا لأنهم ليس لديهم، أنا آسف جدا، البيض الذي عندهم هو مسلوق. يعني هذا يعني أنه هو يهدد، يعني يعتب على الغرب أنه يخافون من روسيا ويجب أن يدخلوا الحرب مع أوكرانيا. هذا أمر مهم جدا. لذلك نرى الآن اليوم على سبيل المثال أمين عام حفل أطلسي في البرلمان الأوروبي بدأ حاول أن يتكلم أن هناك انتصارات أوكرانية، ولكن البرلمان الأوروبي قالوا أين هذه الانتصارات؟ فماذا جوابه؟ هذه حرب وروسيا هي قوية في الدفاع. يعني تصور تضارب. يعني دكتور محمود يعني هم في مسألة الكذب عند قادة الغرب طبعاً. ما عندهم مشكلة، يعني كذبة كولين باول الشهيرة أمام مجلس الأمن ولا لم يحاسبه أحد عليها، ولم يحاسب الولايات المتحدة رغم أنها أدت إلى حرب طاحنة وإلى قتل أكثر من 2 مليون عراقي وتشريد آخرين وتدمير بنية تحتية وتفكيك بلد كبيرة طويلة عريضة. دكتور محمود الأفندي الأكاديمي والخبير في الشؤون السياسية من موسكو، أشكرك جزيل الشكر. شكرا لك سيدي، شكرا لك.